وقتها بلشت بمشروعي كان ما كان عندنا هالمشكلة الأمن الغذائي اللي نحن عم نعيشها اليوم. بس اللي أنا من خبرتي بقول لك إنه نحن من 2011 وقتها بلشنا بهالمشروع وصلنا لسنة 2015 نحن وغير بعض المزارع الأخرى إنه يكون عندنا اكتفاء ذاتي بزراعة الفطر فريش ماشر، عم نحكي الفطر الطبيعي. ووقفنا استيراده من غير بلدان اللي هي كانت تجينا من أوروبا، وقدرنا نوصل إنه نصدر على بعض البلدان الخليجية. هكذا يروي جورج حبيقة حكاية نجاحه في زراعة الفطر، مشروع صناعي زراعي ويعتبر من الزراعات الحديثة التي نجحت في تخطي كل الحواجز ووصلت إلى مرتبة متقدمة في الإنتاج وصولاً إلى التصدير. ومن الزراعات الحديثة إلى الزراعات التقليدية التي تمر بأصعب الظروف الإنتاجية والتسويقية. نحن الأشياء اللي بتواجهنا بالزراعة التقليدية إنه على دولار 9000 أو 10000 أو شو ما طلع الدولار بتصير من البذور وكلفتها الغالية، بعدين العوامل الطبيعية اللي بتصير عنا كمان، ما هذه كلها كلفيتها على المزارع. من النايلون كله بنستورده والنايلون كله بالدولار غالي، وكل البذور والشتول عم تجي من برا كمان على الدولار، وهذه كلها أشياء كلفيتها عالية كتير. مشان هيك المزارع ما بقى عم بيقدر يستمر، عم بيهرب على غير شغلات أخرى. أراضي لبنان الزراعية تغطي مساحات شاسعة ولا سيما شمالاً وجنوباً وبقاعاً، ولكن أين هو لبنان من تأمين حاجاته من المنتوجات الزراعية؟ بلبنان عنا إذا بنجمع كل المنتجات الزراعية تقريباً اكتفاء ذاتي بحدود 20%، لأنه 80% من المنتجات الغذائية اللي اللبناني بيستهلكها هي مستوردة، علماً أنه عنا نحن بحدود 653 ألف هكتار، يعني 63% من مساحة لبنان صالحة للزراعة. لبنان بس بيستصلح منها وبيستثمر على مدار السنين 120 ألف هكتار، يعني تقريباً 18% من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة بلبنان عم نستثمرها، وعنا 82% من الأراضي الزراعية بلبنان نحن ما عم نستصلحها. أما وقد وصل لبنان إلى ما هو فيه من أزمة غذاء، فهل من حلول زراعية مطروحة؟ على وزارة الزراعة اللي هي حاطة استراتيجية على 5 سنين استراتيجية زراعية، المهم أنها تتطبق. الأزمة الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً، هل ستكون مدخلاً لعودة الاهتمام بثروات طبيعية يتمتع بها بلد المياه والشمس والخضار؟